يوم إن شاء الله جميل وعظيم لأقباط مصر، يوم الاختيار أو المراحل النهائية لاختيار البابا الجديد، البابا رقم 118. طول اليوم متابعين مع حضراتكم في الكاتدرائية، ولكن بنبتدي يومنا النهاردة في نهارك سعيد برضو بفقرة الصحافة. وضيفي النهارده الكاتب الصحفي محمد البعلي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازيك؟ ازي حضرتك؟ تمام، كل سنه وانت طيب. انت طيب يا فندم. الاهرام صفحه اولى، العالم يترقب اسم البابا الجديد للكنيسه الارثوذكسيه اليوم. انا النهارده هستاذنك يا استاذ محمد ان احنا هنقول خبر خبر كده ونقعد نتكلم مع بعض فيه، وخصوصا ان احنا عندنا الثلاث اخبار الاساسيه الاولانيين طبعا عن أهم حدث بيحصل في جمهورية مصر العربية النهاردة، وهو اختيار البابا 18. الأهرام، نقول الثلاث أخبار الأول. أهرام صفحة أولى، العالم يترقب اسم البابا الجديد للكنيسة الأرثوذكسية اليوم. ومن جريدة الوطن صفحة أولى، بعد ماراثون طويل البابا الجديد يجلس على الكرسي اليوم. المصري اليوم صفحة 8، الكنيسة تتأهب لقرعة أجراس البابا 118. طبعا هو الصحافة النهاردة كل الصفحات الأولى فيها ثلاث أخبار مشتركة تقريبا. الخبر المشترك في كل الجرائد حوالين انتخابات أو اختيار البابا النهاردة، لأن الانتخابات كانت مرحلة سابقة. النهاردة هيجي القرعة الهيكلية، طفل هيختاره، هيختار من بين 12 طفل هو اللي هيسحب ورقة يكون فيها اسم البابا الجديد. نعم. طبعا البابا الجديد هيجي بعد شخصية كانت مؤثرة جدا في مسار الكنيسة وفي مسار المجال العام في مصر بشكل عام. وقاد الكنيسة في وقت يعني معقد، بالذات مع صعود التيارات الإسلامية من السبعينات لغاية دلوقتي، واللي هم دلوقتي منهم الحزب الحاكم يعني. وبالتالي أنا ما أظنش أن اختيار البابا الجديد او القادم على كرسي البابويه الجديد هيكون بنفس قوه وتاثير البابا شنودة، البابا الراحل يعني، لكنه برضو بيظل شخصيه مهمه، لان الكنيسه لها دور كبير جدا روحي واجتماعي وسياسي كمان. وده الدور اللي عمله، اللي طوره بشكل اساسي البابا شنودة، ان هو خلى الكنيسه بالاضافه الى دورها الروحي التاريخي دور اجتماعي، ان هي انشات مؤسسات وعمليات تشيرتي يعني للمحتاجين. نعم. وبالاضافه الى ذلك مؤسسات خيريه. وبالاضافه الى ذلك بقى لها الدور كمان السياسي، ان هي بتقدر بشكل كبير توجه نسبه كبيره جدا من الاقباط. نعم. في عمليات التأييد السياسي وبعد كده في عمليات التصويت قبل الثوره وبعد الثورة كمان فضل الدور ده موجود. نعم. وعشان كده المسألة دي هتبقى مهمة جدا في المجال العام. هل البابا الجديد هيفضل ماشي على نفس الخط القديم، ان هو تقوية الدور الاجتماعي والسياسي اضافة للدور الروحي؟ نعم. ولا هيميل الى ان هو يتخلى شوية عن الدور السياسي للقيادات العلمانية للكنيسة ويركز اكتر على الجانب الروحي في الاداء الكنسي؟ يعني أنا مش متصور أن المسألة هتتم بسرعة، لأنه الحقيقة أن المجال العام دلوقتي وبالذات المجال السياسي بيختلط فيه الروحي بالاجتماعي بالسياسي، وزي ما احنا شايفين الأحزاب الرئيسية في مصر إذا كان النور ولا الحرية والعدالة هي في نفس الوقت أحزاب بترفع شعارات دينية، هي يعني أحزاب منبثقة من جماعات دينية. نعم. وبالتالي الروحي والسياسي مختلط عندها. عشان كده أنا متصور ان طبعا شخصيه البابا هتفرق، بس في ظل المجال والتعقيدات اللي موجوده في المجال العام دلوقتي وفي المجال السياسي مش هيحصل تحول كبير جدا في دور الكنيسه، حتى لو البابا الجديد اراد، لكنه مش هيقدر يوجه المؤسسات انها تغير دورها 180 درجه في يوم او اتنين او شهور يعني. الحقيقه الانتخابات كانت انتخابات الحقيقه نزيهه جدا، وكانت نسبه التصويت فيها 93.39%، يعني عدد كبير جدا من المفروض ان هم ينتخبوا راحوا وادلوا باصواتهم، وكانت عدد الاصوات الصحيحه 2254 والباطله صوتان والمتخلفه عن التصويت 161. حصل الانبا رافائيل على اعلى اصوات الناخبين ب 1980 صوت، وجاء بعد الانبا تاودروس
1623 صوتا، وفي المرتبة الثالثة الراهب القمص رافائيل أفامينا ب 1530 صوتا. الأصوات إلى حد كبير طبعا قريبة من بعض جدا، وكل الأقباط بيقولوا إنه التلاتة يعني يعني بيستبشروا بيهم خيرا، وإن هم أهل لهذا المنصب البابوي. هو الحقيقة مرحلة الانتخابات، الحقيقة أنا مش عايز أركز قوي على عملية التصويت، لأنه مرحلة الانتخابات الجزء الأهم اللي أداره الأمبابخوميوس كان ليه علاقة بفلترة المرشحين. هو لعب دور مهم في أنه هو يشيل كل الشخصيات المثيرة للجدل من قائمة المرشحين، وبالتالي فضلت الشخصيات اللي موجودة هي شخصيات زي ما أنت بتقول عليها إجماع. نعم. عملية الانتخاب الشفافية طبعا ليه علاقة بثورة الاتصالات والإعلام، ما عادش فيه إمكانية خصوصا بعد الثورة وضعف القبضة الأمنية أن يبقى فيه عمليات تلاعب في التصويت. لكن أنا مش عايز أحط قوي أهمية كبيرة على عملية الانتخابات دي، لأنها انتخابات أقرب لانتخابات العصور الوسطى. الكنيسة هي اللي مختارة الناخبين، وهم أقلية يعني أظن هم مئات يعني أو عشرات، مش نعم. آلاف يعني. من أول ما البابا شنودة توفى وإحنا هنا في نهارك سعيد كنا بنستضيف كثير من السياسيين وكثير من المتدينين في أقباط مصر، وكانوا بيتكلموا عن هذا الموضوع انه لازم يبقى الماده الخاصه بطريقه الانتخابات في البابويه لازم تختلف شويه، لانه اللي ليهم الحق تقريبا كانوا 2000 فقط. تمام. واحنا عندنا هنا في مصر يعني ملايين. تقريبا كم مليون، ملايين بغض النظر عن تحديد الرقم، هم ملايين كبير. شعب الكنيسه ملايين. فطبعا كل معظم الاقباط بيقولوا ان هو ده كان نظام قديم، وان شاء الله البابا الجديد لما يجي على الكرسي البابوي لازم هيكون عنده وجهات نظر مختلفة في تغيير هذا القانون، بحيث أنه هو يبقى فيه عدد أكبر هم اللي بيقوموا بالانتخاب. طبعا ده جزء من انتشار روح الثورة في المجتمع، أنه كل فرد في مؤسسة حابب أن يبقى له دور في اختيار هيكل إدارة المؤسسة دي، ودي حاجة إيجابية يعني أتمنى أنها تنتشر إلى كافة المؤسسات. رأي سيادتك إيه في القرعة الهيكلية؟ أنه هو في طفل هو حطه ثلاث أسامي، وعلى فكرة لو حضراتكم شايفين طبعا الشاشة منقسمة إلى جزئين، الجزء فيه اللي أنا موجود فيه والجزء الثاني هو الكاتدرائية، وفي جوه الشباك الخاص أو الكادر الخاص بالكاتدرائية في شباك صغير تحت الكاميرا مسلطة على البولة اللي محطوط فيها الثلاث أسامي ومختومة بالشمع الأحمر، طول الوقت الكاميرا مسلطة على هذه البولة، والمفروض انه في طفل هو اللي هيبقى متغمى عينيه يعني ويدخل هو اللي يختار البابا. انا شايفها دي لفته جميله يعني، طبعا هو تقليد مش حاجه جديده يعني، لانه هو نمره واحد بيقلل شويه التوتر في مساله الانتخابات، لان الانتخابات طبيعي بتنقسم الناس في التأييد ما بين ده وبين ده، واحيانا بيبقى في توترات ما بين مؤيدين مرشح ومؤيدين مرشح تاني، وبالتالي هم بيختاروا الثلاث مرشحين اللي خدوا أعلى الأصوات، وبيجي طفل بيختار أو زي تعبير الكنيسة يد الله يعني بتختار عن طريق الطفل دوت المرشح اللي ممكن ما يكونش هو واخد أعلى الأصوات لكنه من ضمن أكتر ثلاثة خدوا أعلى أصوات. نعم. فده بيزيل كتير من التوتر المتعلق بالانتخابات اللي بتخلقه أي انتخابات الحقيقة، مش انتخابات. نعم. في الكنيسة. وبيصب في الآخر في أنه كل الاحترام طبعا للمعتقد ده أو اللي هو أقباط مصر بيتكلموا عنه، أنه في الأول وفي الآخر هو الرب هو اللي بيختار مين البابا اللي هو هيتحمل مسؤولية. صح. أنا أظن سمعت مصطلح يد الله هي اللي بتختار. نعم. البابا. نعم. الجديد. نكمل فقرة الأخبار النهاردة وننتقل إلى موضوع آخر بعيد عن الكاتدرائية شوية ونرجع تاني، احنا طول اليوم مع الكاتدرائية. الأهرام صفحة أولى، الرئاسة حوارات مرسي تتوافق للتوافق الوطني وليس تدخلا في التأسيسية. طبعا أنا من ساعة ما سمعت عن الدعوة للقاءات دي من أول امبارح بصراحة رحبت بيها جدا، واعتبرتها خطوة إيجابية وبتصب في الاتجاه عايز أسميه أكثر احترافية في العمل السياسي، إن السياسة مش هي مصارعة،
السياسة هي عملية تفاوض مستمر للوصول لأفضل الحلول أو أكثرها توافقاً وأكثرها قرباً من مصلحة المجتمع ومصلحة الوطن. نعم. ده هيتم بالتفاوض وجلسات ومرة واثنين وثلاثة. ما كانش فيه معنى أبداً أن يبقى فيه طول الوقت قطيعة ما بين حد زي مرسي وحمدين وعمرو موسى. هم في الآخر كانوا متنافسين في الانتخابات، ما كانوش أعداء. نعم. كل واحد فيهم حصل على كتلة لا بأس بها من الأصوات، بتكلم بالذات على المرحلة الأولى. كل واحد فيهم ما زال عنده حجم تأييد معتبر في المجتمع، وبالتالي ممكن التوافق ما بينهم يؤدي إلى دفع لقدام في عملية التوافق السياسي يعني. نعم. كل القوى السياسية بمختلف طوائفها كانوا مبسوطين إنه ده بيحصل، إنه في اجتماع ما بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والمرشحين للرئاسة. مش كل القوى، لأن أنا قريت مثلا في المصري اليوم إن في قوى سياسية كتير انتقدت المسألة، لأن في ناس انتقدت. النقد ده كان بناء يعني من وجهة نظر إيه؟ كلام فاضي بقى. رفعت السعيد بيقول ده ممكن يكون دعيهم عشان يشربوا شاي بالياسمين، حزب بيقول ان احنا نرفض اللقاءات مع مرسي في الفتره الحاليه. كلام أعتقد يعني ان ده تقليل ومن القيمه اللي المفروض بتحصل دلوقتي، تقليل للطرفين اللي قاعدين على المكتب. يعني انت بتقول ايه يعني؟ ما اعرفش الياسمين ده يعني. هو في كمان ناس مش قادره تستوعب روح المجال السياسي الجديد اللي لازم يقوم على التفاوض والتفاهم. في ناس فاهمة السياسة ان هي مصارعة، وفي ناس فاهمة السياسة بمنطق النظام القديم ان في ترتيبات بتتم من وراء الترابيزة وبعدين بنوزع المغانم لاحقا يعني. نعم. لا ده حقيقي ولا ده حقيقي. المجال العام وبالذات المجال السياسي دلوقتي بقى كله اوبن، كله مفتوح، كل حاجة فيه كلير ومسلط عليها الأضواء. أي حاجة بتحصل. اللقاء السابق للرئيس مع القوى السياسية كان بيزع لايف على تويتر من وائل خليل وعدد من الأصدقاء، مصطفى النجار وعدد من النشطاء اللي كانوا حاضرين يعني. ما عادش في شيء بيستخبى يعني. ما عادش في شيء بيستحق الكلام ده. أنا أتمنى يعني أكون برضو الجرايد نقلت الكلام المنتقدين ده بشكل كويس. أنا أحيانا برضو الجرايد بتبقى عايزة تسخن الأمور يعني. أنا متهيألي إن إحنا موضوع الرئاسة ده لازم نربط فيه موضوع التأسيسية، لأن رغم إن هو الأهرام طبعا مصدرة التصريح إن ليس تدخلا في التأسيسية، والخبر اللي بعديه التأسيسية تناقش مسودة الدستور، الكلام ده ما يخشش عقل حد. نعم. لأن هو النقاش الأساسي في المجتمع النقاش السياسي الأساسي حوالين مسودة الدستور. صحيح. والرئيس ده ما كانش مترشح مستقل ولا ممثل لعيلته، ده كان مترشح ممثلا لحزب الحرية والعدالة. نعم. اللي بيحوز النصيب الأكبر من مقاعد التأسيسية، واللي كان ليه الدور الأكبر مع حزب النور في تشكيل التأسيسية وكتابة مسودة الدستور. وبالتالي من المنطقي أن يكون الرئيس وعضويته ما زالت قائمة في الحرية والعدالة. نعم. بيتناقش مع القوى السياسية وقيادات القوى السياسية في مشروع الدستور ومحاولة الوصول إلى توافق في هذا الموضوع. بالضبط. أستاذ محمد أنا آسف أن أنا هقطعك، لأنه أنا يعني تقريبا هتخلص فقرة الصحافة، لكن قبل لما أطلع بس هستأذن المخرج والإعداد أنه في خبر مهم جدا لمصر في كلمتين صغيرين، وهو الأهرام شرطة العيش تقطع الطريق، الدولة تغلق مديرية أمن. في ثلاثة من المجندين المصريين اتوفوا امبارح أو اتقتلوا بمعنى أصح، استشهدوا وهم بيقوموا بواجبهم في العريش، والعريش في حالة من عدم الانتظام. تعليق سيادتك سريعا. الحل الأمني في سيناء لم يعد يجدي، يجب إشراك أكبر عدد ممكن من سكان سيناء في إعادة ترتيب الأمور الديمقراطية، التمكين، استبعاد الحل الأمني. آخر سؤال سريعا من وجهة نظرك، من نظر حضرتك، 1 2 3، إيه الحقوق المفروض أقباط مصر ترجع لهم؟ التأكيد على حق بناء دور العبادة المتساوي لكل الديانات في مصر، ده نمرة واحد. التأكيد على الحق الالتحاق بكل الوظائف العليا بقدر متساوي مع كل بين كل الديانات. الحاجة الثالثة إلغاء خانة الديانة في البطاقة. لا تمييز ولا عرق ولا دين ولا لون. أيوة. ده المفروض ان احنا نبقى طول الوقت في بالنا
واحنا بنحط الدستور واحنا عايشين في حياتنا للمستقبل البعيد مش القريب. اتمنى ذلك. الكاتب الصحفي الاستاذ محمد البعلي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، ونورتنا، وتجي لنا تاني ان شاء الله بالسلامه. اكيد اكيد نتقابل يا فندم. خلي حضرتك موجود، خليك موجود معانا مع بعض. اوكي مع بعض، ومع بعض برضو مع مشاهدينا نهارك سعيد في الكاتدرائية بالعباسية واختيار البابا 118. راجعين بفقرة جديدة بعد شوية. المسحة المقدسة في الصلوات المرفوعة إنما هي تعطي نعمة خاصة للمختار لكي تسده في الطريق، لكي ما يكون قائدا روحيا ناجحا في كل ما تمتد إليه يديه، مهما كان بسيطا ومهما كان صغيرا، إلا أننا نؤمن بذلك الوعد الإلهي الذي يعد به الرب زربابل وأولاده الخدام، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام المختار تصير سهلا ويتحقق مجد الرب، تبنى الأسوار وتقام الأبواب وتربح النفوس وتضمد الجراح بعمل النعمة، عمل الروح القدس في حياة المختار. إن كان الكهنوت في كنيستنا الأرثوذكسية دعوة واختيار ومسحة من الروح القدس، فهي أيضا إرسالية. هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع. ربنا يسوع المسيح يرسل أولاده الخدام كما أرسلهم قديما، وأوصى أن يكونوا له شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وكل الأرض. لذلك إن عمل الإرسالية في حياة الكنيسة هو ضرورة إنجيلية. الشهادة لربنا يسوع المسيح في هذا الجيل الذي جفت فيه منابع العمل الروحي بسبب العالم ومتغيراته، إلا أننا في جيلنا هذا نشعر بمسؤوليتنا نحو عمل الإرسالية نحو كل نفس بشرية في مصر وفي خارجها بين المؤمنين وغير المؤمنين، وندرك أن قلبنا مثقل جدا بأن حياة الشهادة للمسيح ليست عملا اختياريا ولكنها وصية وجوبية، تكونون لي شهودا. لذلك المختار للكهنوت المقدس، البابا البطريرك، الأساقفة، الكهنة، الشمامسة، كل الخدام بل كل المؤمنين عليهم رسالة أن يكونوا شهودا للرب في هذا المجتمع الذي يحتاج إلى العمل الروحي لكيما ينبعث فيه رجاء، لكيما يحيا في سلام. العالم الذي نعيش فيه افتقد للسلام لأنه تجاهل العمل الروحي. المصدر الوحيد الأساسي للسلام هو ربنا يسوع المسيح، وكانت هذه عطيته قبل عمل الخلاص. يوصي تلاميذه: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. لذلك ندعو ربنا ملك السلام ورئيس السلام وواهب السلام.